أنا أخو لكوني تكين أغلو. نحن جايين لعند مؤيد، نحن ضيوفه وأنا أجيت لهون قبل بمرة. دقيقة، صفوا السيارة هنيك بين ما أتصل فيه. إيه دقله تضرب أنت وكل أعضاء النادي. مهند لا تعصب، في جوا رجال أعمال كتير، يعني أكيد ما رح يسمحوا لأي شخص بيجي لهون إنه يفوت. لو سمحت صف السيارة هنيك. شو هاد بده ساعة لحتى يتصل ويرد لنا خبر؟ شو؟ استنى قرب السيارة شوي، خلي ضيفتنا تفوت معلم، ونحن كمان ضيوف، خليه استنى شوي. ليش عم بتزمر شبك؟ مهند استنى دقيقتين، يلا أخي روح اتصل فيه وخلصنا. اضربوا انتو يلي اعطاكم سيارات. عن جد مو متغير فيك شي، لساتك عنيد وراسك يا بسم. ما راح تغير ابدا. شو صار معك؟ اتصلت باخي؟ صار فينا نفوت؟ تفضلوا، بس بدي هوياتكم. انا اصلا مو حامل هويتي، بس سجن ما كنت عم بحمل بايدي للمسبحة. انا اسف بس لازم اخذ الهويات. مو مشكلة، خذ هويتي وسجل انه فتنا اتنيناتنا سوا. لو تأخرت شوي بالجاية كان اخوك رح يعمل مشكلة هون. الحارس شايف حاله شغلة وفكر انه هو صاحب النادي. يا حبيبي الزلمة عم يشتغل شغله. حتى لو بدك تجي تشترك بالنادي لازم يوافقوا عليك بالاول. لازم تكون غني ووسخ مثل. والله وجع لي راسي. خلصينا فوتي، ما بقى احكي ولا كلمة. يعني انت مصر تذكرني بتصرفاتك القديمة. اهدوا بقى، بدكم تشرشحوني هون؟ انت مانك شايف اخوك شو عم يساوي؟ جميلة، انت جبتيني معك، شو اجيت غصبا عنك؟ خلاص امشي. نعم على القصة. اخي شو بدنا نعمل بهي البطاقة؟ شو منعلقها برقبتنا يعني؟ حطها بجيبتك. لك مهند انت شو عم تعمل؟ شبك عم بمزح معك؟ مو حلوة تسوي هيك حركات هون. رايحة؟ لازم جهز حالي مشان المسا. خلوني أعرفكم على بعض، بانا جميلة. فرصة سعيدة. أخي مهند. توقعت هالشي، أهلا وسهلا. أهلين. الحمد لله على السلامة. شكرا. صحيح بأي بلد كنت؟ أكيد مشتاق كتير لإسطنبول. ببريطانيا. حلو كتير. وقديش رح تضل عنا؟ مدة طويلة. ايه برافو، رجعت على طول. انا اليوم المساء عزمتكم كلكم وبتمنى انكم تجوا. مظبوط. بانا ناوية تعمل عيد ميلاد اليوم. ايه طبعا منيجي، منروح مؤيد، مو هيك؟ نحن اليوم مو مرتبطين باي شي. ماشي بنشوف. ماشي عم استناكم. مع السلامة. انت كم مرة بدك تعرفني على هالبنت اللي شايفة حالها؟ ليش عرفتكم على بعض من قبل؟ ايه طبعا عرفتنا، بس هاي الغبية كل مرة بتعمل حالها اول مرة بتشوفني. اكيد حاطة عين عليك. جميلة شو عم تخبصي؟ هاي رفيقتي بالكلية مو اكتر من هيك. انا مو كتير مقتنعة بهالرفقة اللي بيناتكم. الله يخليكي لا تكبري الموضوع. ما في وحدة بتهتم بزميل الدراسة لهالدرجة، أكيد في شي تاني بباله. جميلة صدقيني أنت عم تتوهمي، خلص روقي واهدي شوي بقى. طيب رح روق. خلينا نروح على حفلة عيد ميلادها سوا، بلكي بتقطع الأمل منك. إيه ماشي منروح، خلص مثل ما بدي. وقت اللي بتعملي هيك صحيح بتضايق مني، بس بنبسط لأنه عم تغاري علي. لوين؟ أنا بدي أرجع على البيت. ليش؟ هالمكان ما بيناسبني. يلا بخاطركم. مهند مهند بعرف انك انزعجت من اللي سويته، ما كان بقصدي. لك الله يلعنك، الله يلعنك، كله بسببك انت، كله بسببك.
ازعل اذا بتروح. لا انت ابدا ما لك علاقه. انت ما دخلك بالقصه، بس اللي ببقى 4 سنين بين حيطان لون رصاصي بصير الاخضر يزعج له عيونه، والهواء النظيف بيضره كمان. طيب فوت خليني ضيفك شي شغله. يلا. لا يعطيك العافيه. مهند انت معك مصاري؟ في شكله انزعج مو هيك؟ بس يعني شو بدك تقول للناس؟ اخي خريج حبوس ما معه حق يزعل. رح نروح على غرفة العدة. لحظة، أكيد ما رح تقعدني هنيك. ماشي، فيكي تقعدي بالكافيتيريا. مؤيد تعا معي، بدي ورجي لنامق بيك هول إن وان. جاي فورا. روح أنا بقعد هون بستنى. لا تأخذيني جميلة. لا تاكلهم. عادي وطلبي شو ما بدك. إيه خلاص بقدر دبر حالي. شوف هذا هو الاقتراح اللي بعتوني. ما حبيته. أنا الربيع الماضي رحت لهنيك. ورجيني غيرها. ما كتير حبيتها. هلأ صحيح المنطقة حلوة بس بعيدة كتير وخدماتها تعبانة، والناس اللي بتروح عليها من مستوى شعبي. طيب منشوف غيرها. كل الاقتراحات اللي عنده ما عجبتني. شو رأيك نشوف مكتب تاني؟ بركي عنده خيارات أفضل من هاي. شو رأيك؟ سهلة. ماشي منشوف واحد تاني. خلص. ايه خلص. معناتها أنا رح أشوف مكاتب تاني. مو مشكلة. بالأول قلت اتصالاتنا على التليفون، صارت الأجوبة مختصرة ونصها صمت طويل وحديث من هون وهون ما له أي طعم. وبعدين أنا مشغولة هلأ وما عندي وقت اليوم. بس أنا كنت عم بحلم مثل الغبي وعم قول بس ارجع رح أمسك إيدها وأحضنها ونرجع نجدد حبنا مثل الأول وأحسن، ومستحيل بعد عنا حتى نهاية العمر، ودغري رح روح أطلب إيدها ونتزوج. بس اكتشفت الحقيقة بعد ما تسرحت. من أول ما رحت على الجيش متعرفة على واحد غيري وحاببته. شو خجلت، ما قدرت أقول لأي حدا. قلت لهم أنا اللي تركتها. لو بتعرف وقتها قديشني كنت بحاجتك، لأنه ما في حدا غيرك بيفهمني. رحت حتى زورك بالسجن، قالوا لي معاقب وممنوع عنه لزيارات. عمو سامي قال لي لا تروح مرة تانية، مهند ما بده يشوف حدا وما عم يطلع على أي زيارة. قال حتى أنك رفضت تشوفهم لإله. بالأول كانوا يجوا وشوفهم، بس أمي كل ما أجت كانت تمرض وتمضي الزيارة بكي، وأبي على طول عم بينقوي اللي شوف هالوضع اللي حطيتنا فيه. قلت لهم ما بدي حدا يزورني، ما بقى تجوا لعندي. وبطلت اطلع قابلهم. انا هلأ كتير بلوم حالي، ما كان لازم اتركك يوما ابدا. يا ريتني لو بقيت يوميتها معك. والله ما بعرف ليش قمت بكير، يمكن انت ما كنت طلعت بهديك السيارة لو بقيت معك، وبيجوز ما كان صار هداك الحادث، وبيجوز هداك الزلمة ما كان مات، وبيجوز هديك الليلة ما انتهت هيك، وبيجوز. بس شو الفايدة؟ بيجوز بيجوز بيجوز، بس هلأ ما بفيد شي.